طيب دلوقتي واضح ان في عدد كبير جدا من الدكاتره والاداريين في المستشفى، الناس دي محتاجه تدريب صح؟ طبعا. طب بتعملي ايه علشان تتاكدي ان كل الناس دي مدربه كويس جدا ان هم يوصلوا الفكره اللي عايزه توصليها دي؟ هو زي ما بقول لك كده في الاول، احنا كل الناس اول ما بتدخل عندنا المستشفى بتعدي اللي هي كل اختبارات التقييم من انترفيوز او حاجات حتى ايفن ريتن، بتبقى اختبارات مكتوبه علشان نبقى متاكدين انه الناس اللي بتشتغل معانا هو البروفايل او المستوى اللي احنا عاوزينه. غير كده بعديها بنجيب كل الموظفين، مش بس دكاتره ولا تمريض، بالاداريين هاوس كيبنج سيكيورتي، كل الناس بتقعد تخضع لنظام اللي هو التقديم او الاورينتيشن اللي هو الاستقبال، ازاي يتكلموا، ازاي ياخدوا بالهم من المرضى، ازاي يبقوا نطمن عليهم في سيفتي او في الامان، لو بعد الشر حصل حاجه فين مخارج الطوارئ، كل حاجه بنعلمهم من اول يوم ما يدخلوا من قبل ما يستلموا الشغل خالص. بعد كده كمان بيبقى عندنا كل اسم بيبقى فيه اسم التدريب، ده اسم مخصص عندنا في الموارد البشرية طبعا موجود، بيبقى هو المسؤول عن تدريب كل قسم بقى تحتيه. يعني الدكاترة بيروحوا يتدربوا تدريب معين، التمريض بيتدربوا حاجة تانية، ومع كده مش بس بنكتفي بالتدريب الأولاني اللي احنا بنعمله، على طول أي حاجة جديدة بنعمل ورش عمل، بندي كورسز، على طول في تقييم مستمر وتدريب مستمر للناس. دي مؤسسة كبيرة طبعا. بإدارتها بتدريبها الموضوع كبير جداً يا دكتور. جداً فوق انت تتخيلي يا منى. لا السيستم في المستشفى ماشي زي الكمبيوتر، ودي احسن حاجه، كل واحد عارف يلجا لمين ويلجا فين اول لما تقابله مشكله او حاجه عايز يسال عنها، من اكبر حد في المستشفى لغايه العامل الصغير، كل الناس عارفه تلجا مين. ودكتوره سالي من الدكاتره اللي بابها مفتوح على طول لكل الناس، وبتحاول هي اللي توصل لهم كمان، مش بتستنى هم اللي يوصلوا لها. وانا شايف ان ده من احدى النجاحات كمديره طبيه المستشفى، انه لازم الناس كلها تعرف طريقها منين ويبقى تتكلم دايركتلي مع المدير كمان. دكتوره سالي، حابب اسال حضرتك حاجه، ازاي الواحد يقدر يدي اقصى ما عنده وهو في المستشفى، وازاي انا ملاحظ انه كل التيم، كل فريق العمل، موظف موظف، دكتور دكتور، ممرض او ممرضه، كل حاجه بلا استثناء بيدوا من قلبهم الشغل، ازاي قدرتوا توفروا ده في المستشفى؟ الحقيقة هو زي ما قلت لحضرتك، الأول هي ثقافة المستشفى كده، الحاجة التانية اختيار الكوادر، مهم ان تجيب حد يتماشى مع المجموعة ما يعملش مشاكل معاهم. غير كده احنا الحقيقة بنحس ان احنا عيلة واحدة، بندي من قلبنا، بنشتغل طول الوقت حاسين ان المرضى دول كأنهم اهلنا، وان هم في موقف صعب وان احنا لازم نساعدهم ونخدمهم. الحاجة التانية ان احنا سايبين لهم الحرية في الابداع والابتكار، يعني مش لازم كل واحد يشتغل شغلته بس، لو حد حابب ان هو شاف حاجة مش عاجباه او في حاجة حصلت وهو يقدر يساعد فيها يساعد. ده بيخلينا كمان بنحفزهم قوي كده، ونعمل لهم كل 3 شهور زي جايزة أو مكافأة للناس اللي بتشتغل شغلانات مش شغلانتها الأصلية، حاجة اسمها going extra mile gem award، اللي هو أنا دكتورة بس أنا ممكن أساعد إن أنا أخلي شكل المستشفى كويس، إن أنا أحط ورد في حتة معينة، it's not my job وأنا مش مفروض أعمل كده أصلا، بس أنا بعملها عشان أنا بحب المكان وحاسة قد إيه إن أنا منتمية للمكان. فلازم الواحد يحس إنه متقدر إنه بيعمل بالزبط. حاجة خارج نطاق عمله اللي هو يمكن ماضي عليه بالزبط. فدي قد إيه يعني لمسة جميلة منهم ولمسة أجمل من المستشفى كمان. احنا بنحس ان هم لازم يبقوا حاسين ان هم متشافين، وانه في فرق بين الناس اللي بتيجي تقدير بالظبط، الناس اللي بتيجي موظفين ويمشوا، والناس اللي فعلا بتشتغل من قلبها وقلبها على المكان. دكتور سالي ابو السعود، شايفة ايه في المستقبل؟ طموحاتك ايه في مستشفى السلام الدولي؟ ده سؤال كبير قوي، انا شايف انك شايفة حاجات كتير قوي. الحقيقة شايفة حاجات كتير فعلا، ان شاء الله بإذن الله احنا عندنا بروجكتس هنبدأها قريب، عندنا اكتر من مكان قريب تاني هيبقى تابع المستشفى هنفتحه ان شاء الله سون. يعني الحاجة التانية انه احنا بنعمل سنتر او مركز للتوعية المجتمعية. مركز التوعية المجتمعية احنا كل شهر منظمة الصحة العالمية بتسمي الشهر بتوعية معينة، يعني شهر اكتوبر هو الشهر توعية سرطان الثدي، شهر سبتمبر كان اليوم العالمي للقلب، مارس سرطان القولون
بالظبط. احنا عملنا فيه سيشنز قبل كده بالظبط، انا فاكر. فاحنا هنستغل الفرصه دي، واحنا اوريدي بدانا من دلوقتي ان احنا بنعمل توعيه مجتمعيه بالمجان للناس، تقابل الدكاتره وتقابل المتخصصين لو في اي اسئله حابين يسالوا عنها، او لو في اي استفسارات اي حاجه ممكن نساعد بيها. فدي هتبقى موجوده ومستمره على مدار السنه، بتتزامن مع الاحتفالات منظمه الصحه العالميه.